طب معلش يا عم بيوم، اتفضل. ممكن تكلمنا اكتر عن المرض البيومي ده عشان السادة المشاهدين يتعرفوا عليه ويعرفوا اعراضه وازاي يتجنبوه؟ حاضر. هو اسمه العلمي المرض البيومي، واسمه الشعبي مسقعة، انما في ساعات بيكتبوا في النشرات بتاعت الادويه دهيت اسم ثالث له، اسمه اضطراب الهويه التفاقمي. طب وهل يا ترى في ادويه معينه بتاخدها المرض المسقعة ده؟ بتدفى بس، بتقل قبل ما انزل مش اكتر. يعني أنا هحكي لكم المرض ده بالتفصيل. زمان زمان قوي كان في يوم اسود ربنا لا يعيده، فكرونيش، ما كانش عندي فيه تصوير، سامحوني الموضوع ده بيوترني قوي، كنت مخنوق، قلت اقعد طيب اتفرج مع الأولاد على التلفزيون. كان بقالي كتير قوي ما شفتش الأولاد. كان في فيلم رعب، عارفينه، الفيلم بتاع البنت الصغيرة اللي جلابيتها مقطعه وشعرها بيغطي وشها كده، عارفينه الفيلم ده؟ ايوه، فيلم ذا رينج. ايوه، ذا رينجا. ذا رينجا؟ اه، ده كسر الدنيا في شم النسيم. لا 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 لا، ذا رينجا. لا لا، والله ما طبيعي، أبصم بالعشر، مش طبيعي. لا لا لا، بمناسبة الرنجة بقى، تعرفوا اللحمة فسيخ؟ لا، إيه اللحم الفسيخ ده؟ ما أكلتهاش قبل كده. تعرفوش اللحمة فسيخ؟ الكفتة لحمة فسيخ. لا لا، مش حلوة دي يا عم بيومي. بجد؟ آه والله، استظراف بصراحة. طيب خلاص، طالما استظراف بقى أكمل حكي. المهم اندمجت مع الفيلم قوي، حسيت بحالة غريبة كده وكأني بمثل جوه الفيلم، تقمصت، ما فوتش غير على زعيق وصريخ، اعمل ايه يا ربي؟ قال لي روح للدكتور. رحت للدكتور، الراجل قال لي شوف يا استاذ بيومي، ما تفوتش اوردر، اي حاجه تجيلك اقبلها، ما فيش يوم ما يبقاش عندك فيه تصوير. يا عيني يا استاذ بيومي، وانا اللي كنت فاكرك نحيته بتشتغل عشان الفلوس. فلوس ايه يا ابني؟ انا معظم شغلي بشتغله من غير فلوس، حتى المسلسل اللي احنا فيه ده انا جاي عشانكم، ما خدش حاجه. مش ده زي مرض شادية اللي في عفريت مراتي؟ ايوه صح، هو الفيلم بتاع شادية وعلي ربيع. شادية ومين؟ علي ربيع. لو تسيبوني معاه عسل، هنتفاهم في كل حاجه. ما تيجي تقعد هنا يا عم. اسكت بقى، انا مش عارف ايه الحظ ده، حتى يا رب يوم ما نخطف ممثل يطلع مجنون. اخرس يا سيد فخر، في فرق كبير ما بين المرض النفسي والجنان. يا عم فكك مني بقى، خلينا نشوف هنعمل ايه في قصه الخطف بتاعتك دي. محدش من اهله هيرضى كده يدفع له الفديه. طب بقول لكم ايه، ما نشوف منتج يدفع له هو الفديه، لانه زمانه موقف 100 فيلم لحد دلوقتي. يا نهار ابيض، فكرتوني، ده انا كنت داخل فيلم بطوله بكره الصبح، اكيد هيجيبوا امينه خليل مكاني. طب يا جماعه، وبعدين شكلها كده قفلت خالص، هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي لحد ما حد يدفع الفديه؟ بص، هو علاجه اللي بنعمل فرجه على التلفزيون. غلط، اوعوا تعملوا كده، تجيلي افتكاسة وانتكاسة وممكن اروح فيها. لا لا لا، انا عندي حل تاني. انتوا تسيبوني اتفرج على التلفزيون عادي خالص، بس اشوف بقى حاجات كوميدي لايت، منوعات، وتسيروني فيها. المهم ما اشوفش لا اكشن ولا رعب.